على مستوى المعرض كان التنظيم والتنظيم الاحترازي والقائمين عليها الله يجزيهم خير كان في أمان أكثر من خارج المعرض يعني. أكيد 100% راضين لأن اليوم نحن في هذه الجانحة وفي هذا المرض المنتشر في العالم تقيم معرض ويولك زوار بهذا المستوى هذا أعتقد أنه ما صارت في العالم يعني. فهذه الشكر للحكومة والشكر للإخوان المنظمين والقائمين على هذا المعرض جزاهم الله خير ونحن راضي كل الرضا وأعتقد أن العالم بأسره ينظرنا إلى بعين مختلفة عن السابق يعني.